أهلا وسهلا مشاهدينا في ساعة ثانية عبر صباح الشروق. نبتدر هذه الساعة بفنان جميل زي ما ذكرت في بداية المقدمة الأولى لصباح الشروق، ملأ حديقة غناء بكثير جدا من الأغنيات اللي ظلت راسخة في وجدان الشعب السوداني. هو كما صح مسارات الأغنية السودانية بتنويعها المختلف، يعني من الغرب حتى تنتشر في كل بقاع السودان، خاصة الأغنية الكردفانية المترعة بكثير جدا من الحنان والتفاصيل السمحة. فنان الفنان عبد الرحمن عبد الله بلوم الغرب، ربنا يديه الصحة والعافية بعد مرور رحلة علاج ما بين دول مختلفة حتى الرحلة الأخيرة اللي جا منها من المجر، لكن هو بصحة جيدة الآن. ولكن حنتكلم عن مبادرة كريمة كانت من أصدقائه وأحبابه كمان، وشارك فيها عدد كبير جدا من أبناء الشعب السوداني المخلصين دائما للفنانين اللي هم دائما بيقدموا الفن اللي هو دائما بيدخل للإنسان بكل سلام وسلاسة. نعم، لأنه لما نقول فنان معناه هو أدانا وقدم لنا من الفن الجميل ما يليق، فبالتالي بيستحق مننا لمسة وفاء، لمسة وفاء لأهل العطاء اللي أعطوا وجاء الوقت انهم هم ينالوا. احنا هنتكلم عن هذه المبادره لمسه وفاء، لكن قبلا دعونا نصطحبكم في زياره لمنزل الفنان القدير والجميل عبد الرحمن عبد الله مع الزميل محمد فتح الرحمن. محمد كيف الحال؟ صباح الخير. محمد هو الان متواجد داخل زملائي الاحباب، ومن جديد نحيي بكل الساده المشاهدين الاحباب في كل مكان. نحن الان من احدى احياء الخرطوم او احياء ام درمان العريقه جدا، ونحيي الاستاذ الفنان عبد الرحمن عبد الله بلوم الغرب. هذا الاستاذ غنى وتغنى للحرف الصادق وللكلمه الطروبه وللانشوده الرائعه، تغنى بمجموعه من الاغنيات الرائعات، ورفد مكتبه الاذاعه السودانيه ومكتبه الغناء السوداني بمجموعه من الاغنيات الخالدات التي تحكي عن الصبابه وعن الوجد وعن العشق وعن الفنون وعن الابداع. مشهور جدا باغنياته التي يعني تحكي عن الرباب وعن الطنبور وعن المردوم وعن السير وعن كل الاغنيات الجميله. اسعد واشرف واتشرف ان اكون داخل منزل الاستاذ الكبير، استاذنا الخالد والباقي في وجداننا ما حيينا على مدى الايام والعصور ان شاء الله، الاستاذ الكبير عبد الرحمن عبد الله. مرحبا بك استاذنا وصباح الخير عليك، وكل سنه وانت طيب وربنا يديك الصحه والعافيه وتكون دائما بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ألف مرحب بإخوتي الأعزاء في قناة الشروق. قناة الشروق كلها دور معاي من فترة طويلة، وكنت غالبا مشتركا في معظم برامجي، يعني سهرات متتابعة وتوثيق، وجزاهم الله خير برضو الآن يعني ما قصروا، بيسأل عن أحوالي وما أقدر أقول حالي يغني عن سؤالي، لكن الحمد لله نقول الحمد لله رب العالمين. وأنا الآن يعني صحيح متألم، لكن الظن في الله حسن، ودائما ما أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصيغتي بالله كبيرة. والحاصل لي ده ما أول مرة يحصل لي هنا، حصل كثير لناس والحمد لله سنة كوني بتكلم ذاته كويس. أستاذ عبد الرحمن عبد الله، نحن سعيدين نكون داخل بيتك في المساحة الصباحية وبعودة الشروق، ودائما نوثق للمرمزين وللمبدعين وللمميزين في سودان الحبيب، خاصة تاريخ الغناء في السودان، وانت واحد من الفنانين اللي لا يشق لهم غبار واللي عندك دور واضح في تاريخ الغناء في السودان، غنيت لمجموعة من الشعراء سواء كان في كردفان والشعراء الآن في الخرطوم، يعني عندك إبداع يعني كل الأجيال هي تعرف هذا الإبداع، لكن احنا دايرين نعرف أخبارك، طمنا على صحتك وانت ما شاء الله بصحة وعافية إن شاء الله. والله يا أخي أنا في الأيام الأخيرة دي بدأت يعني بعد ما جيت من أوروبا، طبعا جيت بنفس الحال المسجد بيعمل يعني. قعدت 6 شهور لم أحرك ساكنا، يعني جيت وبدأت مشواري هنا بتاع العلاج في مركز سافانا للعلاج الطبيعي، ما دلك ولا حاجة لكن ليزر حاجات طبية يعني، وبدأت لها تأثير في رجليين الحمد لله، الرجلين يعني ممكن هسه لو الوقت شداني لفوق بقدر أجيب دقيقتين ثلاثة، لكن ما أقدر أمشي. طيب يا استاذ معلش، اذا قلنا انه ده يعني سبب انه عدم الحركه والحركه عدم في الرجول دي سبب شنو تفتكر؟ او الدكاتره قالوا لك شنو؟ كان عندي غضروف في الظهر، هو المشكله ما زالت. ايوه، والغضروف عمليه الهزول في سني دي
كل مكان السن صغيرة بكون أفضل طبعا. ف يعني حتى في الميجر هناك قالوا لي يا أخي نفضل لا تعمل عملية براحة، المسألة دي بتروح هي ثلاثة فقرات وهي العملية التأثير ده كله. جاءت اللي هي بإضافة العملية زعج أكتر اللي هي تضخم في البروستات. الآن أنا مركب ويقصر الله سنتين، تعباني تعب شديد، تعب بتطلع كله آخر شهر. ف ما في طريق العلاج إلا السفر اللي برا إن شاء الله إذا ربنا سهل، في تفكير للغاهرة يعني. إن شاء الله نتمنى لك العافية. طيب إذا تحدثنا عن دور الجهات المسؤولة في الدولة، متابعة الأستاذ عبد الرحمن عبد الله ومتابعة الثقافية، متابعة الإبداعية، متابعة كذلك الصحية لك، هل في جهات تواصلت معك على سنه تتابع صحتك؟ والله يا دوب طبعا هم بعد ما استلموا يا دوب الناس بدأت تتحرك، وتعرف أن عبد الله ما زال مقعد أو راقد في البيت، وفي بشائر خير إن شاء الله بإذن الله تعالى على سنه يعني يجيفوا معي إن شاء الله. رب يديك العافية. ده الجانب الأول، اطمنينا على صحتك الحمد لله. طيب عايزين نعرف شوية أستاذ عبد الرحمن بالنسبة لتاريخك الغنائي الطويل، وإنت غنيت لأستاذنا الكبير عليه رحمة الله وردي، كان دور وغنيت لي وردي والحاجة بغنية شنو، وكان رد الأستاذ وردي عليه رحمة الله شنو كان؟ أنا في وردي طبعا صديق عليه رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه، هذه الغامة السامغة التي يعني ستظل باغي بإذن الله تعالى بأعماله جميلة، فنان أفريقيا الأول يعني. أنا في الحقيقة عندي علاقة نسب معهم بزوجتي، ودعاني كم مرة في بيته مشيت له وغنيت له قدام، ووردي ما بيسمح لي زول يغني بسهولة يغني معه، لكن غنيت معه في الكلية الحربية وغنيت معه في حفلات عامة، وبنتلاقي في الاتحاد طبعا طوالي، ومعجب ببعض الاغنيات، حتى كان بغني لي شقيش حسب كلامه حسن ياسين، شقيش يقول لي مروح غناه بالعود وبطريقه جميله جدا، يمكن هو ما حافظها لكن كان بطريقه جميله جدا وعاجبه وضبط السجن برضه. ف غنيت له لم يكن الا لقاء وافترقنا بتاعت وردي، وأعجب بها جدا جدا، وحتى في واحد جماعة قال لي أخي لكن ده ما صورة تبقى الأصل، قال لي بس أنا عايز ما بضرر يكون صورة، أي فنان بغني صورة تبقى الأصل ما بيمشي قدام، ما بيتغمس شخصيته خلاص موضوعك بينتهي، ده من ناحية بتاع سيكولوجية كده. فقام قال الحمد لله سهو غناها بطريقته هو، فيها بصمات وردي وبطريقته. فأنا وهنيك يا أستاذ وأشهد به شديد. نعم، ربنا يرحمه ويغفر له ويديك انت الصحه والعافيه. طيب استاذ عبد الرحمن عبد الله، نحن لسه بنتواصل معاك داخل منزلك بام درمان، اغنيه ضبط السجن من الاغنيات اللي وجدت يعني متابعه كبيره جدا من المتابعين داخل خارج السودان، والفن السوداني بالمناسبه منتشر انتشارا كبيرا جدا في كل مكان، وخاصه انه في بعض الدول الافريقيه الناس بتكون فاتحه المذياع أو الرادي أم درمان وبيسمعوا مجموعة من الأغنيات للفنانين الكبار أمثال عثمان حسين، عبد الكريم الكابلي، عبد العزيز محمد داود وغيرهم. أغنية ضابط السجن هذه الأغنية يمكن لها يعني تاريخ طويل، وربما يعني في بعض الأسافير إنه كل واحد بيتكلم عن تاريخه بصورة مختلفة سبب شنو، وخاصة إنه كان في تعارض كبير جدا الأغنية دي تنشر باسم ضابط السجن في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري. فدارين نعرف ضبط السجن كانت مناسبته شنو، وليه ذات لما مشيت سجلتها في الإذاعة السودانية سجلتها باسم غير ضبط السجن؟ نعم أجمل حبيب صح؟ أيوه. هي الحقيقة أول حاجة أنت قبل أنا في مرحلة أو مسيرة الغنى بتاعي أسرت بأنه أخذ سامبلز من أي في المجتمع، يعني نمازي للمؤثرين في المجتمع، أخذت المعلمة معلم أغنياتي، كلمات الباشمهندس الأمين دايس، أخذت المعلم حدثني وقال وسلم محمد مريخ، يعني ما في دوسة بغني، حتى المعلمين ما غنوا غنى للتعليم، أنا الوحيد اللي غنيت يعني للمعلم وللمعلم. ضبط السجن جات بظروفها اللي هي قصة حقيقية، وشاعرة موجود الآن ربنا يديه العافية أستاذنا الكبير محمد حامد المعلم محمد حامد آدم. نعم، خشيت في تضارب مع ناس الاذاعه ايام نميري اللي حكايه ضبط السجن ما ضبط السجن، قالوا لي يا اخي دي بتدخلنا في مشاكل كثير جدا، ومحمد سليمان لسه موجود من الناس اللي اعترضوا وقال لي يا اخي
أنا في رأيي تتغير إلى أجمل حلم. شاعر رفض وقال لي ما تغنيها تاني. وفين حصل مع خلاف معه وقال لي يا أخي هاي تغنض. قال له قال لي كلها في كلمة ضابط سين. أيوة. كلها لون. أي تغيير الاسم ده يعني بشطبه. المهم وجيت ما غنيتها أصلا أجمل حلم. قال لي كنت بغنيها ضابط سين. لحد ما جاء الآن الأوان والناس تفاهمت الحتة دي هي ما هي سياسية. وحتى لو كان سياسيا الناس ما سياسة ما واقع معايش. نعم. فمحمد حامد عنده تجربة وياريت لو كان هو موجود كان يروي عليه. قال وانا حلو في خصم خيوسيد. فتجربة حاصلة في الأبيض وجاب لي رجل عقيد قريبنا قال لي يا أخي في أغنية كذا كذا. فجاب لي صبرك لحظة واحدة يا ضابط السجن أتزود بنظرة وارجع وانسجن. 5 سنين طويلة هي كانت 5 شهور. بعدين أقول 5 شهور أصلا الشهور ذات بقت والأسابيع هنا بقت ما زالت معنا. فخليها يكون 5 سنين طويلة مرت ليلة ليلة دمع الشوك هميلة ورا الدمعة الهميلة تشرح سايلة حالي وتكتب في مسيرة الشاوي دي لسه بغنوها تشرح شايلة حالي. وغلط وقلت الكلام ده غلط بتغير المعنى النهاية. أجمل ما في القصيدة دي تشرح سائل حالي الدمعة وهي نازلة بتشرح سائل وتكتب في مسيلة. ما ممكن تقول تشرح شايلة غلط كبير ده شيء الحال. تشرح شايلة حالي ما عندها معنى لكن تشرح سائل حالي. بعدين أنا أشوف الفنان معليش لا أدعي أني مثقف ولا هذا لكن الفنان الذي لا يقرأ ولا يطلع. أنا بقرأ يعني بقرأ ده وشعر كثير عندي هسه في مكتبتي ده وشعر كثير وبفهم وبسأل. يعني حتى لما أغني أنا بأول بدايتي لو سألتني غنيت لشعر عربي ما غنيت غنى سوداني. غنيت لأحمد شوقي جبل التوبات حياك الحياة وسقى الله وصبانا ورعاه. غنيت لكامل الشناوي مش الممثل الشاعر المسيحي أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها وإلى الآن لم ينزل النابض فيه. ده أول غنى غنيته. يعني بدايتك بداية قوية خاصة إحنا الجرامر بتاع العربي عندنا قوي. يعني الحمد لله يعني مما بدينا يعني بالفاعل المفعول يعني ما بنضيع نفسنا. هسه هنا بغنوا غنى غلط. يعني حتى شقيش برضو بعض الفنانين ما دار اسمي الأشياء مسمياتها بيقول ليلا في العيون أظلم. يعني أنا في رأيي أكبر خطأ أنت أظلم دي أول حاجة في اللغة بتعتبر كلمة حمارة أوجه تحتمل أكثر المعنى. تحتمل أكثر المعنى أظلم من ظلم وأظلم ظلمة لكن أظلم هي الأوغى. يا سلام. طيب أستاذ عبد الرحمن أنا شايف أنا شايف إنه نحن لغاية مفيد ومثمر. يعني استفدنا من ناحية اللغوية حتى كإعلاميين نستفيد ذاته من الكلام يتقدمه وده حال الفنان المثقف الفنان الرسالي واللي عنده دور واضح في تاريخ الفن في السودان. وما فقط يكون أداة فقط إنه يغني فقط لازم يكون في ثقافة بتاعت أدائيات ويؤدي بالأداء الجميل والمميز. يعني أستاذ عبد الرحمن ده بيقودنا لأنه نقول شنو إنه حيكون عندنا حلقة تانية نعيد المشاهدين في صباح الشروق حنتكلم معك عن أغنياتك ونردد بعض من الأشعار. لكن إحنا في الختام المحطة الصغيرة دي نتمنى إن شاء الله تكون يعني محطة قدرت تصل لكل الحياة اللي عايزينها. أنت تعاملت مع شعراء كتير من ضمنهم أستاذنا ربنا يديه العافية التجانة حاج موسى وإنت أصريت إنك تكون موجود في الغرب في كردفان الغرم خيرين جو وبرا. لكن دي نخليها زي ما بقولوا لحلقات جايات إن شاء الله. نحن عايزين نختم معاك بعد ما نطمن مرة تانية على صحتك بيون الضغط السجل لو قلتها لنا شعرا. صبر كلمات شاعرنا الحبيب ربنا طول عمره الأستاذ محمد حامد آدم. صبرك لحظة واحدة يا ضابط السجن اتزود بنظرة وارجع وانا نسجن. 5 سنين طويلة مرت ليلة ليلة دمع الشوك هميلة ورا الدمعة الهميلة تشرح سايلة حالي. تشرح سايلة حالي. تشرح سايلة حالي وتكتب في مسيلة قصة وردة جفت من فرق الخميلة. لا طلا سقاها ولا خل يحن ولا صيف مر جاها يتقسم الشجن. تحكي حنان مغرد بلبل سابع شيشه وراح والهان يردد شوق الطير لريشه شوق للنادي خده وللبجرح رميشه لجاهلا بعزب صده يحلى طيشه طيب ونفسه طيبة فرحان بشبابه كامل وحسنه هيبة والأنظار تهابه لين نيس غير زي الوردة دابه
ببلور أصابعه يصفح كتابه أسمح لي أشوفه يا ضابط السجن ولا الطبع غالب والقانون علن. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن عبد الله أستاذ الكبير والمثقف والفنان اللي رفد مجموعة من مكتبة الإذاعة السودانية وأسماعنا كلنا بمجموعة من الأغنيات الطروبة. أتمنى لك الصحة والعافية. أنت ما شاء الله صح طمنا السادة المشاهدين على صحتك إن شاء الله. اللقاء الغادم نجي نلقاك ماشي إن شاء الله وتستقبلنا من الباب وتدينا إن شاء الله كل التحية. شكرا لك. شكرا موصول لكل الشعب السوداني. والله أنا ممتن لهذا الشعب الراغي. ربنا يديهم العافية شرقا غربا شمالا جنوبا. أنا لو قلت قبل يومين ضرب لي واحد من الجنوب ما بعرف اسمه ما عارفه لكن كتبت الرقم بتاعه قال لي أنا بغني ضبط السجن بغني بالربابة وتايه الطنبور قال لي نعم. فياخي ده أنا في رأيي دي يعني تباين جميل يعني. فشكرين موتد لكل بني آدم يمشي على هذه الأرض الطيبة الشعب السوداني الشعب الجميل بكل سحناته بكل تباينه. أنا إحنا يكفي أنه يعني ما دارين يعني نسمي الناس بمسمياتها. في ناس بترفض حكاية أنا جبيتي أبدا. المفروض نحن نكون بس أنا سوداني والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لقناة الشروق وإن شاء الله حنتواصل معهم بإذن الله تعالى إذا ربنا أدانا العافية إن شاء الله. أكيد شكرا لك وحتواصل معك في مبادرتك يا أستاذ رحمن. شكرا لك. شكرا جزيلا سادة مشاهدي الأحباب في كل مكان. دي كانت محطة من داخل منزل الأستاذ الرائع الكبير الأستاذ عبد الرحمن عبد الله فنان الشباب وفنان الأجيال إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. أعود من جديد للاستوديو وللأحباب لمواصلة صباح الشروق. ولي غرام وأماني في سموك ومجدك وعشت يا سوداني. شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد فتح الرحمن. وديتنا إذن أنه نسلم على فنان الكبير بلوم الغرب عبر صباحاتنا الندية. وده إشراق جميل جدا مع عودة الشروق في ظل الديمقراطية والحرية أنه نسلم عليكم جددا. تمنياتنا لك بدوام الصحة والعافية إن شاء الله. نعم وده حق عليك يعني أو حق علينا أنه نحن نسلم عليك ونتفقد أحوالك فناننا الكبير.